بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تزال الآيات في سياق سورة في سياق قصة أحد وما جرى على المؤمنين فيها من الابتلاء والامتحان. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي أي لا يليق بالنبي، لا يليق به أن يفعل الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وكذلك الأخذ من المال العام بدون إذن ولي الأمر.
فهذا هو الغلول. سبب نزول الآية والله أعلم أنهم في غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جمعوا الغنائم فقدوا قطيفة حمراء كانت من جملة المغانم، فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ، له خاصية عليه الصلاة والسلام، فهم ظنوه أخذها مما يجوز له أخذه. وما كانوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يأخذ شيئا لا يحل له، وإنما ظنوا أن هذا يسوء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ القطيفة. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، نفى عن رسوله أنه أخذ هذه القطيفة، لأنه لو أخذها لكان ذلك من الغلول المحرم، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا لا يليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يغل، فنفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، نفى عنه هذا القول أو هذا الفعل، ونزه نفسه، نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عنه. لا يليق بأي نبي من الأنبياء يفعل ذلك، فكيف بأفضل الأنبياء خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ينهى عن الغلول ثم هو يقع فيه؟ هذا لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من يأخذ من الغنيمة شيئا يخفيه قبل أن تقسم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، من يفعل ذلك فإن جزاءه أن يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيأتي بما غل، بما أخذه في الدنيا من الغنيمة أو ما أخذه من بيت المال بدون حق أو ما أخذه من الزكاة بغير حق، يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، قلك سواء كان قليلا أو كثيرا. ومن أخذ البعير يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته له رغى. ومن يأخذ البقرة يأتي يوم القيامة يحملها على رقبته لها خوار. ومن يأخذ الشاة يأتي بها يوم القيامة على رقبته يحملها
لها جؤار، ومن يأخذ من الأموال الصامتة كالدراهم والفرش والملابس السلاح يأتي به يوم القيامة يحمله فضيحة له أمام الخلائق. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وإن أخفاه في الدنيا فإنه يظهر يوم القيامة علانية وفضيحة وخزيا والعياذ بالله، يأتي بما غل يوم القيامة ويجازى، ثم توفى كل نفس، كل نفس، لا أحد يسلم من الجزاء يوم القيامة، توفى كل نفس ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، ملكا أو صعلوكا، موظفا أو عاديا، يوفى يوم القيامة ما أخذه فيجازى عليه بالعذاب والعياذ بالله. فلا أحد يفلت من الجزاء يوم القيامة، إن كان خيرا فيجازى خيرا، وإن كان شرا يجازى شرا. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، وهم لا يظلمون، الخلق لا يظلمون، فلا يؤخذ من حسنات المحسن ولا يضاف على سيئات المسيء شيئا لم يفعله، كل يجازى بعمله ولا يؤاخذ على غير عمله من حسنات أو سيئات، لا يظلمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم أيضا يطلق على النقص، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. فلا أحد ينقص يوم القيامة من حسناته، ولا أحد يحمل يوم القيامة من سيئات غيره، وهم لا يظلمون. هذا جزاء الغال يوم القيامة. أما في الدنيا فإن الغال مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا مات لا يصلي عليه ولي الأمر، ولا يصلي عليه أهل الفضل، وإنما يصلي عليه عامة الناس، ولا يترك بدون الصلاة عليه لأنه مسلم، ولكن لا يصلي عليه ولي الأمر ولا أهل الفضل من أجل ردع الناس عن هذه الجريمة. وكذلك يحرق رحله، يحرق أثاثه وما يستعمله من الفرش ومن الأواني ومن يجمع ويحرق تنكيلا به. هذا جزاؤه في الدنيا.
فدل على أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، والغلول كما ذكرنا يشمل الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ويشمل ما يأخذه الموظف من بيت المال الذي الموظف الذي هو مسؤول عن المال العام لا يأخذ لنفسه شيئا وإنما يأخذ راتبه الذي أحله الله له، فلا يأخذ من المال الذي هو المال العام الذي هو مؤتمن عليه، فهو غلول. وكذلك العامل على الزكاة الذي يرسله الإمام ليقبض الزكاة من الناس ويجبيها لا يأخذ شيئا لنفسه غير ما يفرغ له ولي الأمر، فلا يأخذ من الناس شيئا هدايا أو ما أشبه ذلك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة رجلا يقال له ابن اللتبية، فذهب وجمع الزكوات وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب وقال أيها الناس ما بالنا نستعمل الرجل منكم على ما ولانا الله إياه، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس هذا في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه؟ ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أخذ شيئا من المال من الغنيمة أو من المال العام أو من الزكاة أو من الناس هدايا، أخبر أنه يأتي به يوم القيامة، ثم يقول يا رسول الله، يقول يوم القيامة يا رسول الله أغثني، ويقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، حتى الخيط والمخيط يأتي به يوم القيامة، الخيط والمخيط أقل شيء يأتي به يوم القيامة. والغلول محرم ولو سمي بغير اسمه، لو سمي هدية فهو غلول ورشوة، ولا يجوز للعامل والموظف المسؤول أن يأخذ شيئا لنفسه من الناس أو من المال الذي تحت يده، لا يأخذ من المال الذي تحت يده وما هو مؤتمن عليه، ولا يأخذ من الناس هدايا، فإن هذه ليست هدايا لأنها لم تهدى إليه قبل ذلك، إنما أهديت إليه لما كان مسؤولا نجل مسؤوليته نجل أن يحابي مع المهدي ويميل معه، فلا يجوز لمن تولى شيئا من أعمال المسلمين أن يأخذ من الناس هدايا.
لأن هذا رشوة وغلول ومحرم، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، على هؤلاء الموظفين والمسؤولين أن يتقوا الله في أنفسهم ويحسبوا ليوم القيامة حسابه، فلا يأخذوا شيئا لا يحل لهم بسبب وظائفهم أو مكانتهم أو مسؤوليتهم، إنما يقتصر الموظف والمسؤول على ما يفرض له من بيت المال في مقابل عمله فقط. يجب أن يتنبه كل مسؤول لهذا الأمر، والأسماء لا تغير الحقائق، سواء سمي غلولا أو رشوة أو هدية أو ما أشبه ذلك. يتق الله ولا يقبله ولا يأخذه من الناس، يستغل مسؤوليته ومكانته ومرتبته فيأخذ من الناس هدايا، يسميها هدايا، يسميها أتعاب، يسميها ما يشاء، لا يأخذها، فإن الأسماء لا تغير الحقائق. فهذا ابن اللتبية قال هذه هدايا أهديت إلي، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الهدايا ليست لأجله وإنما هي لأجل عمله الذي يقوم به، لو لم يكن في عمل ما أهدى الناس إليه شيئا. أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه؟ بين صلى الله عليه وسلم أنه لم يهدى إليه محبة له ولا تقدير له، وإنما أهدي إليه من أجل العمل الذي تولاه من أمور المسلمين. فعلى كل مسؤول وكل موظف أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ من المراجعين، لا يأخذ من المراجعين شيئا على أنه هدية، أن يأخذ القلم أو يأخذ الورق أقل شيء، أو يأخذ ما هو أكبر من ذلك، يأخذ الأراضي، يأخذ البيوت هدايا، يأخذ السيارات هدايا، كل هذا لا يجوز، وإن أخذه فسيأتي به يوم القيامة. فعلى المسلم أن يعرف هذا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل نفس، ما ينظر إلى كونه رئيسا أو كونه مديرا أو كونه شريفا أو كونه، ما ينظر إلى هذا، كل نفس توفى عملها يوم القيامة وهم لا يظلمون. ثم قال جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله، اتبع رضوان الله أي عمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة والعمل بالحق وأخذ الحلال ترك الحرام، تبع رضوان الله، الله لا يرضى عنك أن تأخذ من أموال الناس
لا يرضى عنك أن تغل، لا يرضى عنك أن تأخذ الرشوة، لا يرضى عنك أن تظلم الناس، لا يرضى عنك هذا، وإنما يرضى عنك الطاعة والامتثال والنزاهة والتورع عن ما لا يحل لك، هذا الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا توليت عملا فلا تنظر إلى رضا الناس، ولكن انظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. لا تلتمس ما يرضي الناس وهو يسخط الله، بل العكس، التمس ما يرضي الله ولو أسخط الناس. كتب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين إلى عائشة أم المؤمنين يطلب منها النصيحة، يطلب منها النصيحة، فكتبت إليه هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمؤمن يتبع ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا عرض له أمران، أمر يرضي الله وأمر لا يرضي الله، فليأخذ بالذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أسعد له في الدنيا والآخرة وأبرأ لذمته وأحسن عاقبة. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ اتبع ما يسخط الله وترك رضا الله سبحانه وتعالى، هل يستويان؟ لا يستويان أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي يعني أبدا. وهذا كثير في القرآن: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. باء يعني رجع وتوسع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، توسع فيما يسخط الله في دنياه وفي تصرفاته وأعماله. ومأواه جهنم، من اتبع ما يسخط الله وباء بسخط الله ماذا تكون عاقبته؟ مأواه جهنم، مأواه الذي يأوي إليه يوم القيامة. وبئس المأوى. أما الذي اتبع رضوان الله فمأواه الجنة، مأواه الجنة ومسكنه في الجنة. فما الفرق بين المأويين الجنة والنار؟ ومأواه جهنم الذي اتبع باء الذي باء بسخط من الله مأواه جهنم يوم القيامة، ما له مأوى غيرها ولا ملجأ غير جهنم.
وبئس المصير، بئس ما يصير إليه ويرجع إليه يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: هم أي الناس درجات عند الله، درجات عند الله، الناس ليسوا على حد سواء. بعدما قال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط، قال هم درجات عند الله، بعضهم أفضل من بعض إن كانوا من الصالحين، وبعضهم أسوأ من بعض إن كانوا من السيئين. ففي يوم القيامة يتفاوتون في منازلهم، الصالحون يتفاوتون في درجات الجنة، بعضهم أعلى من بعض، وأهل النار يتفاوتون في منازلهم في النار، بعضهم أسفل من بعض، لأن الجنة درجات وأما النار فهي دركات، بعضها تحت بعض والعياذ بالله، أطباق، وأهلها متفاوتون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. كل بحسب عمله، يتفاوتون في منازلهم في الجنة، وأهل الأعمال السيئة يتفاوتون في منازلهم في النار، كل على حسب عمله. فأنت فكر في هذا ما دمت في الدنيا، فكر في هذا واستعد لهذا. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، الله لا يظلم أحدا، فلا يجعل أحدا في منزلة لا يستحقها، ولا يجعل أحدا في درك من النار لا يستحقه، بل الله جل وعلا عادل، حكم عدل، بصير بما يعملون، ولا يزيف عليه أو يتنفع عنده الوسائط أو المكانة، ما تنفع عند الله يوم القيامة، لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله بصير بما يعملون، فلا أحد يخاف أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته، ولا أحد يخاف أن يظلم فينقص شيء من حسناته، الله بصير سبحانه وتعالى، بصير بما يعملون. هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون. ثم قال جل وعلا ممتنا على المسلمين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلهم على كل خير وحذرهم من كل شر وعلمهم ما كانوا يجهلونه وبين لهم ما كان خفيا عليهم. لقد من الله على المؤمنين، من الله على المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين آمنوا بالرسول واتبعوه، أما الكفار فلم ينتفعوا من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنة من الله إنما هي على المؤمنين الذين آمنوا بهذا الرسول. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من أنفسهم يعني من جنسهم، بشر مثلهم، أرسل إليهم بشرا مثلهم، عربي مثلهم،
ولم يبعث إليهم رسولا من غير جنسهم، لأنه لو كان من غير جنسهم ما استطاعوا أن يكلموه ولا استطاعوا أن يفهموا لغته ولا كلامه. لكن إذا كان منهم بشر، إذا كان بشرا مثلهم استطاعوا أن يجالسوه وأن يسألوه وأن يفهموا كلامه. ولهذا لما اقترح المشركون أن يرسل الله إليهم ملكا بدل البشر، يرسل إليهم ملكا من الملائكة، بيّن الله سبحانه أنه لو أرسل إليهم ملكا ما استطاعوا أن يكلموه ولا استطاعوا أن يجالسوه ولا استطاعوا أن يستفيدوا منه، لأنه من غير جنسهم، من غير جنسهم. ولهذا كان جبريل عليه السلام إذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي بصورته الملكية، وإنما يأتيه على صورة بشر، يتمثل له بصورة بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه ما يستطيعون يقابلون الملك، يستطيعون يقابلون البشر، لكن الملك ما يستطيعون يبشرون يقابلونه. من أنفسهم أي من جنسهم، من جنسهم. والحكمة كما سمعتم من أجل أن يتمكنوا من مراجعته والاستفادة منه، ولا يرهبوا من رؤيته بل يستأنسوا برؤيته لأنه بشر مثلهم، فهذا فيه المنة من الله جل وعلا على عباده لذلك. وأيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا يدل على أنه ليس له من الألوهية شيء، العبادة حق لله جل وعلا، الرسول بشر لا يعبد، وإنما هو رسول عبد من عباد الله لا يعبد، إنما العبادة لله عز وجل. فهذا فيه رد على الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الإلهية الربوبية، ويستغيثون به ويطلبون منه حوائجهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنه ينفع ويضر، وهو صلى الله عليه وسلم بشر. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول بشر، يصيبه المرض عليه الصلاة والسلام، يصيبه الجوع، يصيبه الظمأ، يصيبه التعب، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، يصيبه الهم والغم، يصيبه ما يصيب البشر، ليس له من الألوهية ولا من الربوبية ولا من التصرف في الكون، ليس له شيء من ذلك، إنما هو رسول، رسول من الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. مهمة هذا الرسول أنه يتلو على المؤمنين آيات الله القرآن، يتلوها عليهم، القرآن الذي أنزله الله عليهم يتلوه على الناس ويعلمه للناس حتى يحفظوه وحتى يقرؤوه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
بعد أن كانوا لا يقرؤون صاروا يقرؤون. كان العرب أجلافا أمية أعراب لا يقرؤون ولا يكتبون. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صاروا يقرؤون يتعلمون ويعلمون، بل علموا البشرية. العلماء كلهم من الشرق والغرب كلهم من تعليم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة تعلمت ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول تعلم ممن؟ من الله جل وعلا، تعلم من الله جل وعلا يتلو عليهم آياته. كانوا من قبل ما عندهم كتاب، من قبل ما عندهم كتاب. الكتب عند بني إسرائيل، عند اليهود والنصارى توراة والإنجيل، أما العرب ما عندهم كتاب. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. كانت الأنبياء في بني إسرائيل، أما بنو إسماعيل فليس فيهم نبي بعد إسماعيل عليه السلام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكيهم معنى يطهرهم، يزكيهم أي يطهرهم من الذنوب، يطهرهم من الشرك الذي كانوا يمارسونه ويعيشونه ولا يعرفون غير الشرك والعياذ بالله. يزكيهم يطهرهم من الشرك، يطهرهم من الذنوب، من الزنا، من الربا، من الذنوب والمعاصي، ويزكيهم، يطهرهم من الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق الحسنة. يزكيهم يطهرهم بكل أنواع التزكية وأنواع التطهير. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة النبوية، الأحاديث النبوية التي تفسر القرآن وتوضحه. ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأصبحوا علماء العالم بدل أن كانوا جهالا أميين. أصبحوا بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتلقي العلم عنه أصبحوا معلمين للعالم. فكل العلماء في المشرق والمغرب إنما تخرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين لهم ومن جاء بعدهم، فصاروا سادة العالم وصاروا علماء العالم. رفعهم الله جل وعلا بعد الذلة، رفعهم الله بعد الذلة، وأغناهم بعد العيلة، ورفع شأنهم على البشرية بأي شيء؟ باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال، أي في تيه وضياع، لفي ضلال مبين. ما عندهم دين، ما عندهم علم، ما عندهم أخلاق، إلا ما تعودوه من آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، ما عندهم شيء. وإن كانوا من قبل، أي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين. انظروا كيف تحولوا من هذا الضلال وهذه الجاهلية
تحولوا إلى أمة سادت العالم بالعلم والجهاد والتعليم والتأليف، هذا كله بفضل الله جل وعلا، ثم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونشر ما جاء به من العلم والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى ذكر وقعة أحد فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ قلتم أن هذا أصابتكم مصيبة، وهي النكبة التي حصلت على المسلمين في غزوة أحد، حيث قتل منهم، استشهد منهم 70 من خيارهم، قتل منهم 70 من خيارهم، وجرح منهم من جرح، حصل عليهم نكبة. هذه مصيبة، أصابتكم مصيبة، هي مصيبة بلا شك. قلتم أن هذا، تساءلتم وش السبب لهذه المصيبة، ما هو السبب؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، أنتم السبب في هذا، أنتم السبب في هذا، حيث إن الرماة الذين كانوا على الجبل تخلوا عنه، فسنحت الفرصة للكفار وانقضوا عليهم من الجبل وهم لا يشعرون. ومن حيث أنهم لما غشوا المسلمين وكثر القتل فر من فر من المسلمين، وكان الواجب الثبات، فر، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، البقية فروا، ما كان يحل ويجوز لهم أن يفروا. ها المصيبة إنما حصلت من قبل المسلمين، فالسبب من عند المسلمين. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، حاسبوا أنفسكم. وهذا ليس خاصا بالصحابة، بل هو عام لكل من تصيبه مصيبة، فعليه أن يحاسب نفسه ويشوف ما هو السبب، فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأنت إذا أصابتك مصيبة لا تلوم القدر والقضاء، ولكن لوم نفسك وحاسب نفسك. القضاء والقدر ما جرى عليك إلا بسبب من قبل نفسك، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ما أصابكم هذا الشيء لعجز في حق الله جل وعلا، عجز أن ينصركم؟ لا، الله على كل شيء قدير، فقدرة الله تامة، ولكن السبب هو جاء من عندكم أنتم، إن الله على كل شيء قدير. أن قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين في أحد، ما أصابكم من القتل والجراح فبإذن الله، بقضائه وقدره، فالقضاء والقدر من الله والسبب من عندكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بقضائه وقدره، لكنه بسبب من عند أنفسكم. وليعلم المؤمنين حكمة
فيما أصابكم، ما هي الحكمة فيما أصابهم مع أنهم أعز الخلق عند الله جل وعلا، هم أعز الخلق عند الله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله، الله أجرى عليهم هذا لحكمة وهي ليعلم الذين آمنوا منكم، ليعلم الصادقين في إيمانهم الثابتين في إيمانهم، وليعلم الله الذين آمنوا منكم نعم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، ليعلم المؤمنين الصادقين في إيمانهم الثابتين عند الشدائد والمحن، وليعلم الذين نافقوا، هذا الفريق الثاني، فريق الأول فريق المؤمنين والفريق الثاني فريق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وليعلم الذين نافقوا يعني أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر والعداوة للمسلمين. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى أحد، خرج من المدينة إلى أحد للقاء الكفار، وكان معه 1000 رجل، 1000 رجل، فلما كانوا في الطريق وقف عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وقف وقال يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم، يخالف رأيي ويأخذ برأي فلان وفلان، لأنه أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ولا يخرج إليهم، يقاتلونه في المدينة في الأسواق وفي فوق السطوح والنساء تساعدهم، هذا رأي عبد الله بن أبي، لكن رأي كبار الصحابة قالوا لا نخرج إليهم، خصوصا الذين لم يشهدوا بدرا، الذين لم يشهدوا وقعة بدر قالوا نخرج نعوض ما فاتنا، فخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، فبينما هم في الطريق النفاق أوقف عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فقال يعصي رأيي ويأخذ برأي فلان وفلان، ما جئنا لنهلك أنفسنا، فرجع ورجع معه 3 العسكر، رجع إلى المدينة ورجع معه من المنافقين 3 العسكر، إذن بقي كم من 1000؟ إذا رجع 1/3 بقي 700، أليس كذلك؟ ها؟ رجع معه 700، بقي معه صلى الله عليه وسلم 700 من المؤمنين، أما أهل النفاق فالله عزلهم ورجعوا على أعقابهم. لحق بهم بعض الصحابة يطلبون منهم الرجوع، قالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، خلوكم جدء للمسلمين، إما قاتلوا وادخلوا المعركة وإلا صيروا احتياطي للمسلمين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقولون ما في قتال، يقول عبد الله بن أبي ما في قتال، وشو الروح ما في قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا يقول بلسانه، وإلا يعلم في قلبه عدو الله، يعلم في قلبه أنه سيحصل قتال. قريش جاءت في بحدها وحديدها من مكة، يعني جاءت للعبث، ما جاءت إلا لقتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله جل وعلا هم للكفر، أي المنافقون هم للكفر يومئذ، أي في هذا الوقت أقرب منهم للإيمان، فالله أكذبهم في دعواهم الإيمان،
وأنهم أقرب إلى الكفر من الإيمان، نسأل الله العافية. وهذا هو الذي أخرهم، الذي أخرهم هو هذا النفاق، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله يعلم، والله أعلم بما يكتمون. هم قالوا هذا بألسنتهم ويكتمون شيئا في نفوسهم ما يظهرونه، يكتمون شرا أكثر من هذا الله يعلم به سبحانه وتعالى. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا في المدينة لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا هؤلاء المساكين الذين خرجوا مع الرسول وجلسوا معنا في المدينة ولا خرجوا مع الرسول يلاقون المشركين، لو أطاعونا سلموا وأخذوا برأينا، لكنهم أخذوا برأي الرسول وأصحابه فقتلوا، يتمسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، لو أطاعونا ما قتلوا. رد الله عليهم بقوله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، إذا كنتم تدفعون الموت عن هؤلاء بزعمكم فادرأوا عن أنفسكم، ادفعوا الموت عن أنفسكم لا تدفعوا عن غيركم، إذا جاء الموت ادفعوا عن أنفسكم وأنتم في بيوتكم، يجيكم الموت وأنتم في بيوتكم، ما أنتم في معركة ولا أمام عدو، ادفعوا عن أنفسكم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالموت بيد الله سبحانه وتعالى، ما يأتي بالموت خروج ولا بقاء في المنزل، وإنما الموت بيد الله سبحانه وتعالى، يأتيك على أي حال، وأنت في مأمنك وأنت على فراشك يأتيك الموت، لو تحصنت بالحصون والجنود والسلاح والأسوار الموت يدخل عليك في مكانك، إذا أرسله الله فلم يتوقف أبدا. وادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن بقاء هؤلاء عندكم يمنع الموت عنهم فامنعوا الموت عن أنفسكم، هذا تعجيز من الله جل وعلا لهم ورد عليهم في هذه الفرية الظاهرة من أجل أن يفضح الله أمرهم ويخزي شأنهم، نسأل الله العافية. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ثم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر الآيات، هل يقتلوا هذا خير لهم، هذا خير لهم القتل، لو بقوا عندكم ولا قتلوا ما حصلوا على هذا الخير ولا حصلوا على الشهادة والجنة، فقتلهم خير لهم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ أنا مريض بارتفاع ضغط الدم الشديد، والأطباء نصحوني بالإفطار في رمضان وقالوا بأن الصيام
يزيد المرض، فبماذا تنصحونني وما كفارة إفطاري؟ ننصحك بأن تأخذ برأي الأطباء وأن تفطر خشية من زيادة المرض، الله جل وعلا هو الذي رخص لك، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأفطر ولا تصم، وإذا شفاك الله في المستقبل أو خف عنك الضغط واستطعت الصيام فإنك تقضي والحمد لله. نعم. وإذا لم يستطع القضاء هل عليه كفارة؟ إذا كان لا يستطيع القضاء في المستقبل بصفة دائمة فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي هذا، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الحمد لله. نعم. يقول سماحة الشيخ، ما هي حياة البرزخ؟ وهل الروح تعود لجسد الإنسان بعد دفنه في القبر مباشرة؟ وهل جسده يشعر بالنعيم في القبر إن كان من أهل الجنة، وكذلك يشعر بالعذاب إن كان من أهل النار؟ نسأل الله السلامة. البرزخ هو ما بين الموت والبعث، ما بين الموت والبعث، هذا هو البرزخ. والبرزخ في اللغة هو الحائل بين شيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هو الحائل بين الشيئين، والمراد به هنا هو الحياة التي تكون الحياة الأخروية، الحياة الأخروية التي تكون بين الموت والبعث في مدة بقاء الناس في القبور، هذا هو البرزخ. لأن الدور ثلاث، الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وهي الآخرة. نعم، والروح تتصل بالميت في قبره اتصالات الله أعلم بها، تتصل حين يأتيه الملكان ويجلسانه بعد الدفن، تعاد روحه في جسده فيسألانه ويجيب أو لا يستطيع الجواب،